الله يطلق صراحه. امين اختي نادى ميدو، امين الله يتشاوي ديال الخير. نزار اتصل بي اليوم اخوتي، نسيت ما قلت لك، نزار اتصل بي اليوم الله يقري الشتاوي ديال الخير وصافي. اتصل بي اليوم يعني بدا كيهضر معايا، كاين شي حوايج كيبقاو في سريه البحث ما نقدرش نهضر. وكاين نزار كيسلم عليكم وقال لي بان التنازل ما كاينش ميت كاليفورنيا، تحياتي. التنازل ما كاينش لان نزار يعني فري قال لي انا دمرت وخرجوا عليا وشحال من حاجه، ولكن الله الله هو اللي غادي يخلص. يعني الله كبير الحمد لله، الله ما عزيزش لي الظلم ولكن كيوقف مع المظلوم. سمحوا لي على الهضره ديالي على قبل الرواح وقرص الوطن ديالي مجروحه. امين امين اختي نادى، ان شاء الله غادي يخرج. كاين شي مفاجات من هنا القدام غادي يدخلوا على نزار بالرباح، فهمتوني؟ هادشي اللي بغيت نوصل لك. الحمد لله الحقيقه قريب غادي تبان. مي الهرنوني لا تشرفني طلعها في اللايف ديالي وما تبقاش تجبدوها لي، ما بقيتش غادي نهضر عليها تعطيني اتساع، حيت انا كنحس بانني كنشهر فيها. بنت خويا اش قال لي؟ قال لي دابا نتوما كتهضروا عليها راه غير كتشهروا فيها، انا بغيت نطفيها، بغيت ندير كانها ما عمرها كانت، وانما بعض المرات كدير شي تصرفات كيبقى في كل حال حسراف. لا وزك اجدر معاه. ما تجبدهمش ليا، انا اللي كيهمني خويا العزيز. اما الزكي الله يطلق صراحه مسكين، باش تجبد ليا انا هذيك الطرف الثاني ما بغيتش نهضر عليها. دبر حياته دبر بحالنا ما كيهمنيش. لا لا نزار ما مشاش فيها اخويا، كاين نزار ما مشاش فيها وانا ما غاديش نقول علاش. وقريب ان شاء الله غادي تسمعوا اخبار زوين، ما غاديش نبقى نهضر بزاف، ما غاديش نبقى نهضر بزاف. قول شنو داروا معاه. نزار اتصل بي اليوم من طبيعه الحال كيرفض التنازل، ما بغاش التنازل، هادشي اللي قال لي. امين 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 الله يسعد عليكم. امين اخويا العزيز، كنفرح ملي كنشوف كومونتيرات زوينين مكتوب الله يسعد عليك اخويا الله يطلق صراحه نزار، يعني كتفرح من قلبك. ولكن كتشوف شي وحدين يعني شي كومونتيرات يعني فيهم تخسر الهضره الزبان، ما فهمتش علاش الحياه دير بحال هكا. يعني هادو كيعبروا على المستوى اللي عايشين فيه. خوتي بارطاجيو اللايف، الله يكبر بكم اخوتي، الله يحفظكم وتكفاس. شو واحد مكلخ اش قال لك؟ قال لي نزار منين جاه التليفون في الحبس؟ راه خاص التحقيق. تاش من نزار جاه التليفون؟ راه يمكن لهم يتصلوا جوج مرات في السيمانه ولا مره في السيمانه، طبيعي تحكي يتصل بيا، لكن من طبيعي تحكي يتصل بعائلته فقط والنمره تكون بالكونترا. اللي بغيت تخلي نمره التليفون ديالي خاصها تكون بالكونترا، ومن طبيعي الحال راه كلشي كاين كلشي باين، وراه صورت لكم بان النمره شريتها بالكونترا. سالي صافا الله يحفظك ليا خوتي. نصيحة من الثقة ما تبقاوش ديروها، بغيتو ديروا الثقة ديروها في والديكم، لأن الوالدين هما اللي غادي يقولوا لك الخير. إما باش تقول لي هذا ولا هذه كنبغيها كنموت عليها ما غاديش تغدرني. كون على يقين واحد النهار غادي تغدرك، ولا كون على اليقين واحد النهار غادي يغدرك. يعني الثقة ما بقاتش في حتى شي واحد، الثقة ما ديرهاش خويا، خرجت عليه غير الثقة الزايدة ديالو. كيثق في أي واحد، كيثق في أي واحد حتى خرجوا عليه. نزار تستغل من الناس اللي اقرباء ليه، يعني بحال مثال لقينا نزار تستغل من عيالاته اولا. تتهضر على الحبس ديال امريكا، اش داني شي حبس ديال امريكا انا اخويا؟ انا كندوي على الحبس ديال الخميسه، نزار كيف الحبس ديال الخميسه؟ هذا الشيء اللي كاين. لا خويا بوشرة، لا اختي بوشرة، دابا النظام اللي كيتصل واقيلا عندهم واحد التوقيت محدود، يعني 10 دقائق ما يفوتوهاش ولا 6 دقائق ما عرفتش. المهم كل نهار النظام كيتصل بها مرة 6 دقائق، عنده جوج مرات، يعني جوج مرات في السيمانة. المهم مرة كيتصل بك يعني 6 دقائق، مرة كيتصل بك جوج دقائق، مرة كيتصل بك 10 دقائق، هادشي اللي كاين. ولكن ماشي يوميا نهار وما طال، لا هادشي محدود. علاش اخويا حد فري نزار دمر في حياته، نزار دمر في حياته اخويا العزيز، دمر في حياته. ضحكات عليه شحال من وحده، استغلته شحال من وحده، واستغلوا الناس اللي كانوا معاه الاكثريه. ما كنجمعش من طبيعه الحال، كاينين الناس اللي باغيين لي الخير وكانوا كينصحوا فيه. كربي كبير الحمد لله. انا عييت اخوتي ما نكذبش لكم، عييت تكفصت، ولكن في نفس الوقت كنقول هذاك خويا ما خاصنيش نفوتو، هذاك خويا خاصني نبقى واقف معاه. باقي ما حكموش اخويا، باقي نهار واحد في شهر 8. نزار مسكين غير ضحيه، هادشي راه عارفينو.
هيا تكيدير او دي الله يدير تشاوي ديال الخرصة وياه وياه عارف ليك انا اختي العزيز عارف عارف ليك اما هذيك الله يخت فيها الحق لانها هي السبب في المشكل ديال خويا هي السبب انا ما غاديش نهضر اخويا مصطفى جود جود بلوك قلت لكم بان كاينين مفاجآت ان شاء الله غادي تعرفوا اشنو هما غادي تعرفوا اشنو هما هاد المفاجآت تقل السكات اخوتي من الاف صعيدا تقل السكات مابقاتش الهضره بزاف بلا 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 ما عندنا ما نديرو بها اقضوا حوائجكم بالسر والكتبان ويا ويا كيبقى خويا كيبقى خويا ما غاديش برافو عليك راك فهمتيني الله يحفظك اخويا مصطفى راه فهمتك اخويا بارطاجيو اللايف اخوتي الله يكبر بكم بارطاجيو انا مرسوقت عليك خيبه اختي السومه انا مرسوقتش التعليقات الخاوي ما عندي ما ندير بهم انا بغيت نقول لكم دوما الاخ ديالي الله يطلق صراحه الله يطلق صراح الجميع ولادي التوي ديال الخير هادشي اللي غادي نقول لكم ودعوات غريب دعوات غريب مستجابه الله يدير التوي ديال الخير صافي الله يطلق صراحه وتبارك الله عليكم وتحياتي نموت عليكم الوحيد اللي غادي يقول لك الخير الوالدين هما الوحيد اللي كيبغيو يشوفوا ولادهم زايد القدام اما باش تقولي هذا ولا فلانه ولا هادي ولا حتى شي واحد ما غادي يبغي لك الخير حتى شي واحد خوتي تكبس اخوتي كنشوف الله ما فيه لا تكبس لا والو تكبس اخوتي والبارطاج الله يكبر بكم تكبس البارطاج باش نهضروا على خطر تقفت لا واخا كاين كاين كندوي يعني التكباس البارطاج يعني كيكون الله محمي من الصين يعني يعني الله بلا كان فيه قلوبه كان فيه التكباس كيكون حسن حيت التكباس هما القلوبه ملي كتكبسو كيطلعوا لي القلوبه يعني الله كيتحيد من الصين يعني فهمتيني اخويا هادشي اللي بغيت نوصل